قالت السيدة نادرة القرماعي العاملة المنسقة الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إن التقرير التقييمي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة جد إيجابية، خاصة في مجال تغيير العقليات والسلوكيات وتعزيز الثقة في النفس وتقوية القدرات بالنسبة للمستفيدين من المبادرة. وأضافت السيدة القرماعي في تصريح صحفي عقب تقديم هذا التقرير اليوم الجمعة بالرباط أن هذا التقرير سجل أيضا بارتياح استمرارية مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما فتئ يدعو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ إطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005، مؤكدة أن هذه الاستمرارية خلفت وقعا إيجابيا على المستفيدين وتحققت من خلالها فلسفة وروح هذه المبادرة. الحمد لله هذا التقييم اللي دارته الاتحاد الأوروبي فهو تقييم جد إيجابي فيما يخص المشاريع نتاع المبادرة، فيما يخص كذلك المستفيدين، بحيث أن هناك الاستفادة ماشي غير من المشاريع، ولكن كاين تغيير جد إيجابي فيما يخص العقليات، فيما يخص السلوكيات، فيما يخص كذلك واحد الثقة في النفس، واحد القدرة اللي ولاو دابا الناس اللي تستفدوا من هذه المشاريع عندهم هذه القدرة باش يقولوا حنا عندنا طاقة، عندنا هدف لابد ما نستعملهم والمبادرة كتواكبنا، فهذا في حد ذاته جد إيجابي. إلى ذلك ركز التقرير على الدعائم الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تهم الأهداف الملائمة تماما للحاجيات والأولويات الوطنية ومعايير انتقاء مشاريع ذات تأثير قوي واستهداف على مستوى كافة التراب الوطني. L'évaluation est un peu un point, une étape. On évalue ce qu'on a fait. التقييم هو مرحلة من المراحل. نقوم بتقييم ما فعلناه. نقيم أنشطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وهو التقييم الذي أعطى نتائج جد إيجابية. هذا التقييم يتيح كذلك تسليط الضوء على الجوانب التي ينبغي الاشتغال على تحسينها في المستقبل، بما في ذلك التوجيه في أفق تحقيق أهداف المبادرة. وسننتظر كيف ستتعامل الحكومة مع هذا التقييم من أجل إكمال الطريق في اتجاه خلق التكافؤ بين العالمين الحضري والقروي وداخل العالم القروي نفسه. وجدير بالذكر أنه تم تقديم الخطوط العريضة لهذا التقرير خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، وذلك بحضور رئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد فيليب ميكس وشركاء وطنيين ومانحين دوليين، إضافة إلى العديد من ممثلي الجمعيات المستفيدة من هذا البرنامج.